لما الموضوع بيتعلق ببنكوخ أهم حاجة إن انتوا تفضلوا هاديين. يا شباب بلاش تتخانقوا، في خامات بنا كفاية لكل الناس. وفي وقت ما الاتنين دول بيتخانقوا ممكن تعملي اللي انت عايزاه. مارتن، سالي وباربرا بيقضوا سهرة حلوة. واو، حسن البطانية ده حلو قوي، لكنهم هيتخانقوا. الأصدقاء متأكدين إنهم يقدروا يعملوا أحسن من كده. يلا نبني حصننا الخاص. سالي عندها أفكار عن اللي هتعمله فعلا. الكرتون هيكون قاعدة البيت، ده بسيط وصديق للبيئة. يلا نبدأ. واضح إن البيت محتاج سطح، لكن الأحسن نبدأ بالحيطان. مفيش مسامير. لتجميع الحوائط مع بعض هنستخدم اللزق الحلو التقليدي. مارتن هينفذ طريقة شاملة أكتر، هيستخدم الأنابيب البلاستيك لعمل فريم. طيب وبالنسبة للحيطان؟ مارتن هيعملهم من القماش، هيكون بألوان فاتحة جميلة وبكذا ملمس. البنات هيغيروا جداً. تاني الأنابيب دي مش مهمة، سهلة، ده بديل هايل للتمرين. الأنابيب دي قوية جداً لكنهم بيتنوا بشكل كويس قوي. هايل، الخيمة دي ممكن تتحمل إعصار. كل اللي محتاج تعمله إنك تشد الأنابيب بعرض الأوضة من الحيطة للحيطة التانية، وبعدين تعلق قطع قماش عليهم لفصل الأوض. مارتن سعيد جداً بشغله. باربا مهتمة جداً ومعاها فلوس كتيرة قوي، ده سبب إنها عينت مديرة مباني حقيقية لبنى الحصن. يس، هي عايزة خيمة بيتها تكون الأحسن. هايل، دلوقتي الخامات عندها، لسه في تفاصيل كتيرة هتتكلم عنها مع المديرة. لكن مش هيديكي فرصة حتى إنك تفكري في المشروع. ده صحيح، خلينا ننقل المقابلة لأوضة تانية. أخيراً كل الناس مشيوا. الموظف متحمس لبنى الخيمة، هو أكيد بنى أكتر من 100 بيت، بيتصرف بسرعة وبجرأة. دي نتيجة مش متوقعة، شكله يشبه أكتر لبيت عروسة. أطنان من الرسومات، وده اللي وصلت له في الآخر؟ يا ترى إزاي هيقنعوا الزبون بالمبنى ده؟ سالي بتشتغل بجدية، لفتين تانيين من اللزق وحيطان الحصن هتكون جاهزة، والباب كمان عمله سهل. مفيش مفصلات ولا صواميل، كل اللي محتاجاه هو كتر صناديق. دلوقتي الخيمة بقى ليها مدخل ومخرج. سالي لسه هتحتاج السكينة دي. طيب وبالنسبة للبيت من بره؟ السور ده شكله هيكون حلو قوي، ده شبه نجيلة خضرة حقيقية. سالي مبدعة جداً لما الموضوع بيتعلق ببنى المباني، والضوء الطبيعي هيدخل البيت من الشبابيك دي. مارتن مش بس عمل خيمة معمولة من الأنابيب والبطاطين، لكنه شغال على تصميم تكنولوجيا، ده بيت ذكي متعدد الوظائف. شوفوا بنفسكم، طلب واحد على الموبايل والأبواب بتتفتح لوحدها، ومن جوه كل اللي هتعملوه إنكم تسقفوا بإيديكم علشان تنوروا النور. البيت ده هيكون مريح جدا. كل الناس تعالوا هنا دلوقتي، دي حالة طوارئ، بيت العروسة انهار. ايوه ده اللي احنا كنا متوقعينه. باربا غضبانة، ازاي ده حصل؟ احنا لازم نتخلص من عمال المباني دول فورا. انسة فين فلوسنا؟ الاحسن لها انها تمشي من هنا. لما باربا بيكون عاملة كده الاحسن ما تقربوش منها، هي مضطرة إنها تستخدم أدواتها بنفسها. عملية بنى البيت شكلها مش صعبة خالص، هتضيف ألواح الستيروفوم في صفوف، وبعدها هتدبسهم لعمل الحيطان وتتأكد إن في فتحة للباب، وتضيف ستارة حلوة. في رأي باربا مفيش حاجة زي الفلوس لما الموضوع بيتعلق بالزينة. وسالي بدأت بتزيين بيتها الكرتون فعلا. هي محتاجة شوية صور للحيطان. حيوانات ولا مناظر خارجية؟ يلا نستخدم الحيوانات، شكلها هايل. وأدوات المطبخ هتدخل جوه كابينة الحيطة الصغيرة دي.
واضح إنها تشيل أحلى مجموعة قهوة معمولة من الكرتون. واضح؟ وطبعاً ترابيزة مع كرسي. المطبخ ده هو المكان المثالي السالي علشان تستقبل ضيوفها. أطباق وكاسات، كل حاجة شكلها جاهزة لحفلة الشاي. أنا تقريباً نسيت، ممكن تسخني الأكل في الميكرويف ده. سالي، أنت متأكدة إن ده هينفع؟ ده مجرد كرتون. مارتن بيطور بيته كمان. لتمضية ليلة في الحصن ده هتحتاج على الأقل مرتبة. واضح جداً إن المرتبة دي صغيرة. لكن بإضافة كرسي بين باك هيكون حلوة قوي. أخيراً، مريح جداً. الحاجة الوحيدة اللي فاضلة بطانية ناعمة، وبعدين ممكن تنام. مارتن ما عندهوش أي نية إن يقوم من على كنبته المريحة. ممكن تقللوا الإضاءة من الموبايل كمان. واضح إن مارتن عنده كمان بطانية بتقنية متطورة. باربا هتستقبل ضيوف في خيمتها. هي مش بتعرف تطبخ أي حاجة، فاتصلت بشيف. هو الأحسن في الطبخ، لكن لازم ينجز بسرعة. الساندوتشات لازم تكون على الترابيزة في دقيقتين. فهمت. واو، مناديل الساندوتشات دي مش عادية خالص. ده وقت تجهيز الترابيزة. سالي هي أول واحدة بترحب بالضيوف. سليبرز راقية كل واحد. واضح إنها معمولة من الكرتون. باربا مش سعيدة بخصوص الهدية. هي بتفضل الحاجات الراقية. يا ترى سالي هتعمل إيه لما حد من ضيوفها يطلب إنه يشحن الموبايل؟ هي هترسم بس فيشة. ثواني قليلة والموبايل بيتشحن فعلاً. دي معجزة. سالي عندها كمان ميكروويف بيشتغل. ممكن تعملوا فشار لأصحابكم. أيوة، ده ممكن يحصل كمان لو بتصدقوا في قوة الكرتون. ولما كل واحد بيكون مع سناك، تقدروا تروحوا الليفينج روم وتقضوا سهرة حلوة تتفرجوا على فيلم. سالي عندها تلفزيون ضخم جدا. في الغالب جودة الصورة هتكون مدهشة. لكن في حاجة غلط في الريموت. لسوء الحظ مش هنقدر نتفرج على فيلم كرتون الليلة. يلا نستخدم تلفزيون عادي بداله. ده مش وحش. ممكن نخلص فرجة على الفيديو اللي ادانا فكرة بنى حصننا. الضيوف سعداء، لكن واضح إن ده فعلا وقت إن احنا نروح نشوف باقي الحصون. مارتن مش بيبعت دعوات حقيقية أبدا. بيفضل الطرق الحديثة. أسهل بكتير جدا إنك تتصل بكل أصحابك. تعالوا استمتعوا بحصن الذكي. واو، سالي وباربا مبهورين. ده ناعم جدا وخفيف ومنور. لكن ده وقت الاستمتاع بفيديو جميل. مارتن بيشغل بروجيكتور باستخدام موبايله. البنات مبهورة. دي طريقة مبتكرة لبنى خيمة. مفيش شك في كده. يا ترى بيقدموا مشروبات في البيت ده؟ طبعا بيقدموا. تاني حركة بسيطة على الموبايل. ومكانة الصودا بخدمتك. فانتا، سبرايت، كوكا كولا. في مشروبات لكل الناس. ايه المكان المريح ده؟ التكنولوجيا الحديثة مدهشة. ويا ترى ايه نوع الحصون اللي باربا بنته؟ واضح جدا ان في سجادة حمراء. وستارة الفلوس دي بتطلب منك انك تقطعها الاوراق منفصلة. باربا بتحب ده بالظبط. كل حاجة لازم تكون الاحسن. في مشروبات منعشة مستنية على الترابيزة. والتحلية هتتقدم من الشيف الخاص. دي مش مجرد سندوتشات تقليدية عادية، لكن تحفة طبخ فنية من مطعم 5 نجوم. ايه رأيكم لو اتفرجنا على التلفزيون شوية؟ في غلطة. ده المكان اللي تلفزيون سالي الكرتون وصل له دلوقتي. هي أخدت الريموت معاها كمان، لكن أكيد الشاشة الكرتون مش هتعرض أي حاجة النهاردة. مارتن مش قلقان جدا، لأنه ممكن يستمتع بالسندوتشات اللي بيحبها بالشكل ده. سالي أكيد اشتغلت كتير قوي في بيتها الكرتون، لكن بمجرد ما مطرت شوية كل الأجهزة باظت.
حتى الحيطان مش هتقدر تستحمل الجو الوحش ده. أنا لازم أنقذ نفسي، البيت هينهار. مارتن حالته مش أحسن منها، القماش بينقط مية، وحتى التكنولوجيا المتطورة مش بتنفع. أنا محتاج لسفينة إنقاذ. بيت بربا بس هو اللي كويس طبعاً، لأنها استخدمت مواد أحدث بنا هنا، هتحمي سالي. ومارتن اللي تبلي جداً من المطرة. ما تتضايقوش يا شباب، مفيش جو هيخوفكم طول ما في أصدقاء حقيقيين هنا. يا ترى عجبتكم سيناريوهاتنا عن الحصون المعمولة في البيت؟ يا ترى نهاية القصة دي بتفكركم بأي قصة خيالية؟ قولونا في التعليقات تحت الفيديو، اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في قناتنا واضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش أي فيديوهات جديدة عن بنى البيوت من الخامات العشوائية على تروم تروم سيلكت.